هالشيء هذا رح ناخذ المحاضره الثانيه. عرفنا كمان انه مسافه بي ار او قطعه بي ار بي ار سيجمنت، وعرفنا وصف المركب كيو ار اس قديش السعه عنده اقل من 120 ملي سكند، وعرفنا تطور ار واس على المساري الصدريه، واخر شيء عرجنا على مسافه كيو تي اقل من 440 ملي سكند. هذول كل طلاب السنه الرابعه لازم يعرفوها. بعده راح نساوي شيء اسقاط بديهي او اسقاط عملي على الموجودات المرضيه على التخطيط. انا ما راح اعطيك تخطيط طبيعي، كمانك صغير راح اعطيك تخطيط مرضي. هالتخطيط المرضي بتقراه خلال ثواني، شوف وين المرضيات فيه، تساوي اسقاط دماغي، شغل مخك بعد تعصر العصارة، بتشوف ايش الشكايه المرضيه للمريض حسب القصه السريريه، وايش التخطيط، ايش نوع الاضطراب النظم، ايش نوع الخربطه بالتخطيط. بعدين رح توصف تعطيني تشخيص تفريقي للحاله الموجوده قدامك بالكيو بالتخطيط، ثم اخيرا تعطي علاج. قبل ما تعطي علاج لازم فكر انه لازم اشوف تخطيط قديم دوما دوما. لما بيجيك مريض على الاسعاف قال له اعطيني تخطيط قديم. التخطيط القديم تبني عليه معلومات كثيره، رح اشوف التغيرات التخطيطيه ما بين التخطيط الجديد والتخطيط القديم، ممكن الشكايات الموجوده عن مريضنا نفس الشكايات الموجوده، مثلا عنده حصار مركز، عنده تطاول بي ار، فبنعرف انه هذا مو شيء اكيوت، شيء كرونيك مزمن. هالشيء هذا بنتعلمه بالتخاطيط اللي بنبعثهم على المجموعات كل يوم. عملنا اسقاطات المركبات، نعم برجع شوي هيك. هلا رح نمرق شوي مرضيات. الاكسس المحور. ان محور القلب الطبيعي، القلب يقطع ما بين ال 30 وال 120، بعض الدراسات بتقول حتى ال 110. ما بهم الكلام هذا، هذا كلام نظر. لكن هو بتوضع بين مركبين او بين محورين، بين ار في ال و ليتلاتي. كل شيء ضمن المحور هذا محور طبيعي، ممكن ينحرف نحو اليمين بآليات امراضية، ممكن ينحرف نحو اليسار بمشاكل امراضية. شو رح نشوف على التخطيط بانحراف المحور نحو اليمين او نحو اليسار؟ طيب نحن امتى ان بنطلع على المحور؟ بنطلع على مركبين، على الليد واحد او في بنطلع على محصله كيو ار اس في الليد واحد وكيو ار اس في ال، بنشوف المحصله النهائيه لصالح مين؟ اذا كانوا مركبين موجبين فالمحور طبيعي، يعني نحو الامام والاسفل واليسار قليلا. اذا كان في الليد واحد المحور ايجابي والار في اف محور سلبي، معناته الكهرباء كلها ياخذها الليد واحد. لو وين راح الكهرباء؟ على اليسار. في عندي مشكله باليسار، معناته على الاغلب يعني ضخامه اجواف، على الاغلب البطين الايسر ياخذ كل الكهرباء، فهذا بيدل انه انحراف المحور نحو اليسار. في مجموعه من الامراض اللي بتجيبهم بالفحص النظري اللي بتؤدي انحراف المحور اليسار. كمان بنطلع على ليد واحد وار في اف، اذا كانت ليد واحد سلبيه والار في اف ايجابيه، معناته البطين الايمن ياخذ الكهرباء كلياتها باتجاه اليمين، معناته في عندي امراضيه. لازم الطالب الذكي بيساوي اسقاطات لحاله مباشره، يعني امتى بيكون عندي ضخامه بطين ايسر؟ وامتى بيكون عندي ضخامه بطين ايمن؟ لما انت تساوي اسقاطات ما بين التخطيط والفيزيولوجيا المرضيه اللي اخذتوها بالسنه الثالثه، بتعرفوا الاسباب اللي ادت الى انحراف المحور نحو اليسار ونحو اليمين. رح نحكيهم بالتفصيل. اسباب انحراف المحور نحو اليسار ممكن تكون الحاله طبيعيه، يعني ممكن بنشوف عند الرجل البدين انحراف المحور نحو اليسار، وهي حاله ليست مرضيه، هي حاله فيزيولوجيه. دائما بالامراض القلبيه في شيء اسمه مشاكل فيزيولوجيه ومشاكل قلبيه. المشاكل القلبيه هي المشاكل بحد ذاتها على القلب، لكن الفيزيولوجية لما تكون في أمراض ثانوية بتأثر على القلبية. مثلا أنا بيجيني واحد عنده نبضه 150 140 بس هي فحص قلبي كامل من تخطيط إيكو قلب لفحص كامل، ما بلاقي عنده أي مشكلة قلبية، بتوجه نحو المشاكل الثانوية. بنقول نحن بالقلبية المشاكل الفيزيولوجية ممكن أسوي تحليل درق بلاقي في عنده فرط نشاط درق، فرط نشاط درق بس بتعمل كارديا.
فما هو ضروري انه لما يكون المحور منحرف نحو اليسار معناته المريض مريض، لا، الانسان مريض. هلا اذا اخذنا كم واحد معناه بجوز يطلع لنا 3-4 محور نحو اليسار الزياده، بيكون يضرب له كرش او بدين او صحه، فبتلاقي ضخامه في البطين الايسر تكون طبيعيه، في القلب احيانا بيندفش نحو الطرف اليسار، او كان عنده كتله دهنيه تضغط بهالطرف هذا بتلاقي القلب انحرف نحو اليسار. او وحده حامل الجنين لما بيكون عند البطن لما بيضغط على القلب بيضغط على الجوانب العليه بتسبب انحراف القلب نحو اليسار، لكن هذه حاله فيزيولوجيه. انحراف المحور نحو اليسار من الحالات المرضيه على راسها ضخامه البطين الايسر. البطين الايسر عم ياخذ كل الكهرباء. طيب انت بتضخم البطين الايسر، اذا ارتفع الضغط، ارتفاع الضغط الشرياني في عندي المقاومه الوعيه ازدادت، البطين الايسر عم يضخ الدم، في دم في دم ابهى، اعطاني في مرحله الانقباض ضغط اعلى من الابهر ليفتح الصمام الابهري. طيب اذا كانت المقاومه الوعيه البي ار زياده، فصير عندي ارتفاع في الضغط ضمن جوف البطين. طيب البطين ذكي بقول لك انا بتغلب على الضغط، بضخ مثلا في الدفقه الاولى بضخ الضغط الطبيعي او النظم الطبيعي 120 بلس في الدقيقه، بعد يوم يومين ساعه ساعتين البطين الايسر رح يتحرك، ايش رح يسكر؟ يشكل كتله عضليه في المحيط، هذا بالفيزيولوجيا بحكي، يعني ايش بصير؟ تتجمع العضلات في جدار البطين الايسر تتكثف، فصار عندي ضخامه في الجدر، بالتالي الكهرباء بتروح نحو اليسار لانه البطين الايسر صار فيه ضخامه، والضخامه مو معناتها الدايليشن، مو معناتها توسع، الضخامه ضخامه في الجدار، بدليل لما بنعمل ايكو دوبلر للمريض نحط البروب مثلا على اي مقطع سواء كان لونج اكسس او شورت اكسس، محور قصير او طويل رباعي، بنطلع وسطا على الحجاب بين البطينين والجدر، بلاقي البطين الايسر جداره متضخم بهالشكل، بنقول ضخامه متراكزه او غير متراكزه، البطين الايسر صار يجمع عضلات كثيره في جداره من ناحيه فيزيولوجيه مشان يقاوم الضغط اللي قدامه، فاخر شيء العضلات هاي رح تتكثف تعطيني محور ايسر باعتبار انه ضخمت اجواف البطين الايسر. مو بمعنى الجو، بمعنى الجدر. فارتفاع التوتر الشرياني رح يسوي ضخامه في البطين الايسر. امراض القلب الخلقيه مثلا رح تاخذه عند الدكتور نادر بكره، الفتحات او رباعي فالو او فتحه بين الاذنين والبطينين، تضيقات الصمامات رح تاخذونا عنها الابهري والرئوي. اذا كان عندنا طفل مثلا عنده فتحه بين البطينين، عندي بطين ايسر بطين ايمن، صار عنده فتحه بين البطينين، اما تكون غشائيه بكره تاخذوها او عضليه. البطين الايسر عم يضخ دم باتجاه الابهر، اتغلب على الابهر فتح الصمام الابهري، طيب في عندنا فتحه، في عندنا جوف ثاني، البطين الايسر رح يضخ دم باتجاه جوفين، الاول الابهر والثاني فتحه رح يضخ من البطين الايسر باتجاه الابهر والبطين الايسر باتجاه البطين الايمن، فصار عنده عبئين، عبء يتقاوم على الابهر والعبء الثاني على الفتحه، فايش رح يصير فيه؟ رح يتوسع ورح يتضخم ايضا ليقاوم هالجوفين. اعتلالات العضله القلبيه كما رح تاخذه عند دكتور نادر، لما يكون في عندي اعتلال في العضله القلبيه، الاعتلالات من منشا على الاغلب بتكون اوتو مناعي، بتلاقي ضخامه في الجدر، ضخمت الجدر صار عندي انحراف نحو الايسر. افات الصمامات رح ناخذها كمان، وعلى راسها تضيق الصمام الابهري، تضيق الصمام كله استعضاض فيزيولوجيه، تضيق الصمام صار عندي تكلس، المقاومه الوعيه ازدادت، فانا بتغلب على شيء هذا شكل مجموعه من الالياف العضليه في جدر البطين الايسر لتغلب على الصمامات، ضغط الصمام. فنحن الضخامه ضخامه البطين الايسر اسقاطات بديهيه، انت بتضخم البطين الايسر ارتفاع ضغط، بتضخم في امراض القلب الخلقيه، افات الصمامات وعلاقه التضيقات واعتلالات العضله القلبيه. تفضل. يمكن استفسر من حضرتك لما حكيت عن الفتحه بين البطينين، انه البطين الايسر بصير له جهد اكثر بصير لانه بضخ على البطين الايمن، طب في المقابل مو كمان البطين الايمن رح يتوسع كمان رح يتوسع نفس الشيء طبعا، لكن البطين الايسر هو العبء الاكبر عليه. البطين الايمن الضغط فيه 5 الى 30 ملي بالغ سريت الضغط، لكن الايسر هون الحصارات اللفت باند، الحصار الغصن الايسر او حصار الحزمه الاماميه اليسرى، رح ناخذ لاحقا بنهايه المحاضره ليفت باند البرانش براك ولونج ورايت باند البرانش براك، حصار الغصن الايمن، حصار الغصن الايسر. لما بيكون عندنا حصار في الغصن الايمن
وخاصة حصار حزمة أمامية يسرى، هو له حزمتين أمامية يسرى وخلفية، فرح يصير عندنا الكهربائية كلها تتجه نحو الطرف الأيسر، فهذا رح تسبب انحراف محور أيسر. نقص التروية القلبية، لما بقول نقص تروية قلبية رح ناخذ في محاضرة قادمة بالإسكيميا، إنه إذا أنا لما نضرب عندي أي واحد من الشرايين الكليية بتغطي العضلة القلبية رح تنضرب الحزم الكهربائية أيضا، فإذا صارت عندي إصابة في الحزمة الكهربائية للبطين الأيسر أو إصابة في الحزمة الكهربائية للبطين الأيمن، هذا رح يؤدي لي إلى انحراف محور أيمن وأيسر حسب الحزمة المصابة، وهذا رح ناخذه لاحقا. تضيق الأظهر مثل ما حكيت، الاحتشاء السفلي، احتشاء العضلة القلبية السفلي رح يسبب انحراف محور أيسر، لأنه بصيب الشريان الإنكليلي الأيسر، آسف، الشريان الإنكليلي الأيمن، بالتالي الكهرباء كلها بتروح الأيسر، حزمة في الأيمن، الحزمة في الأيمن الكهرباء طبيعية، آسف الكهرباء قلت فتروح الحزمة باتجاه اليسار. يعني شغلة اسمها وولف باركنسون وايت، متلازمة وولف باركنسون وايت، كمان يعني شوي استبقنا الحكي هذا، رح ناخذها في اضطرابات النظر، وهذا سبب الانحراف محور أيسر. أنا بدي الحفظ هذا على الشكل التالي، إنه يا دكتور أنت سبقتنا في السلايد هذا، لا السلايد هذا رح يجي كتجميعة نظرية، لكن بكل محور من المحاور رح ندرسها لاحقا، رح ندرس وولف باركنسون وايت كسلايد كامل، فبنلاقي تخطيطيا انحراف محور أيسر. نفسره لاحقا، واحتشاء السفلي كمان رح نلاحظ الشيء هذا. فأنا عندي خمس عوامل تؤدي لانحراف المحور نحو اليسار، كهرباء نحو اليسار. على رأسها ضخامة البطين الأيسر بأمراضه 1 2 3 4. الشيء الثاني حصار الغصن الأيسر والحزمة الأمامية اليسرى نتيجة إصابة إكليلية، وأيضا احتشاء السفلي، ركزوا لي على السفلي، أنا بكرة بيجي بالفحص احتشاء أمامي. ممكن يصير عندنا ضخامة في الحالات الفيزيولوجية مثل الحمل والبدن. طب أنا كيف بدي أشوف انحراف المحور نحو اليسار تخطيطيا؟ مين هن؟ مين هن المسار اليسرى؟ خلينا نشوف انحراف المحور أيسر، معناته لازم الليد واحد يكون الآر مسيطرة، والـ RVF R سلبية. أنا بلاحظ إنه هاي لفوق وهي لتحت المحور أيسر. بيجي على التخطيط، بيجي بالتخطيط بالامتحان تخطيط بهالشكل هذا، لكن التخطيط متكامل فيه انحراف محور أيسر مع نقص تروية قلبية. أنت لازم الطلاب شوف المحور أيسر بتقول المحور أيسر معناته في عندي ضخامة بجدار البطين الأيسر، هذا البطين الأيسر وهذا الأيمن، بلاحظ أن البطين الأيسر بشكل كتلة عضلية كبيرة، بالتالي انحرف المحور نحو اليسار. تخطيطياً كيف نشوفه؟ حكينا بشكل نظري سريع. طيب خلينا نشوف انحراف المحور الأيمن، كمان في عندنا حالات فيزيولوجية، طويل النحيب، هلا زيته تخطيط للبشرة الأسد أو انحراف محور نحو الأيمن، وهي حالة فيزيولوجية. خلينا نشوف بعض الإسقاطات ما بين الرئة والقلب. أنا رجعي عندي مرض رئوي ثاني COPD، أخذت الصدرية ولا ما أخذت؟ لما يكون عندي مرض رئوي ثاني COPD نحن بنشوفه كثير في العيادة القلبية، لما بيجينا مريض قلبي مع مريض رئوي بيكون ضايع التشخيص بين الاثنين، بنسوي إيكو دوبلر بنشوف إن البطين الأيمن متوسع. ليش؟ ارتفاع التوتر، كلام سليم. إذا ارتفع التوتر الرئوي أنا لا ضخ من البطين الأيمن باتجاه الشريان الرئوي باتجاه الرئة عشان أساوي الدورة الدموية الصغرى، بدي مقاومة أكبر، بدي ضغط في جوف البطين الأيمن أكثر، جوف البطين الأيمن ضغطه من 5 إلى 30 بالمقارنة مع الأيسر، فراح إنه عندي الضغط في البطين الأيمن تجاوز 40 و50 و60. لما بوصل مرحلة 60 بسوي مثلا مقطع على الايكو بلاقي انه عندي قصورات صار في البطين الايسر واجوافه البطين الايمن اسف واجوافه توسعت، لما توسعت الاجواف اخذ كل الكهرباء باتجاه اليمين، على عكس البطين الايسر لما اجوافه تركزت او تضخمت اخذ الكهرباء نحو اليسار. فجميع الامراض الرئويه وعلى راسها COPD والربو
تؤدي الى انحراف نحو ايمن. صاروا اي صوره الصدف لمريض سي او بي دي تلاقي البطين الايمن متضخم. فانت لما بتاخذ صوره الصدف تشوف المشعر القلبي بتلاقي المشعر القلبي كبير لكن باتجاه البطين الايمن اكثر نتيجه ارتفاع الضغط الرئوي. انا ما بدي طالب يبصر، بدي طالب يفهم انه لا ايش عم تتوسع، لازم اساوي ربط ما بين الصدريه والقلبيه لافهم الشيء هذا. كمان نفس ارتفاع الضغط الشرياني، يعني ارتفاع الضغط الرئوي كمان بسبب ضخامه البطين الايمن. امراض القلب الخلقيه، امراض القلب الخلقيه بنلاحظها هنا فتحه بين الاذينتين، راح تاخذوها بامراض القلب الخلقيه. الفتحه بين الاذينتين راح تساوي الشنط من الاذين اليسرى للاذين اليمنى، الاذين اليمنى راح تضغط على الصمام ولاد الشرف، فصير عندي ارتجاع كبير، ارتجاع كبير او قصور كبير في الصمام، فراح يسرب الدم، راح يتوسع البطين الايمن ويرتفع الضغط الرئوي. بالتالي كمان عملنا نحن مقطع الايكو بنشوف ان الضغط الرئوي عالي. اعتلالات عضله قلبيه كمان وافات الصماميه وراسها الصمام الرئوي، تضيق الصمام الرئوي. اسقاطات واحده، حصار الغصن الايمن. عم نلاحظ في الحصارات رح ناخذها شوي، اذا كان عندي في حصار الغصن الايمن رح يكون انحراف المحور نحو الايمن. كمان الحزمة الخلفية اليسرى، الحزمة الخلفية اليسرى وين؟ في الغصن الأيسر، لأنه هي الحزمة بتغطي الطرف الأيمن. صار عندي حصار في حصن الغصن في الحزمة الخلفية اليسرى، هذا في كمان بالسبايلات الجاية رح نلاحظ إنه المحور انحرف نحو الأيمن، لكن في حصار الغصن الأيسر انحرف المحور نحو الأيسر، حصار الحزمة الخلفية الحزمة الأمامية اليسرى اليسرى انحرف نحو اليسار، لانه عندنا حزمتين. وضحوا لاحقا، نقص التربيه القلبيه كمان لما يصيب لنا الحزمه، لما يصيب لنا الضفيره العصبيه، واخر شيء احتشاء امامي. لما يكون عندي احتشاء امامي يعني الشريان المصاب، الشريان الاكليلي النازل الامامي. الشرايين المغطيه القلب، الشريان الاكليلي الايمن والايسر. لما يكون عندي شريان مصاب، الشريان الاكليلي الامامي النازل، الشريان الاكليلي الايسر تفرق الامامي النازل، الشريان المنعكس، الشريان المنعكس بينزل لتحت بغطي قمه القلب، رح ناخذها، بيلتقي مع الشريان الاكليلي الايمن بشكل الشريان الخلفي او البيبي ار. اذا انا عندي اصابه في اي شريان مصاب رح تكون المنطقه قد تموتت تليفت اذا ما لحقنا المريض. اي احتشاء المنطقه رح تتندب، إذا تبدلت المنطقة الكهرباء قلت، لوين رحت الكهرباء؟ للطرف الآخر. نفس الشيء إذا كان عندي احتشاء سفلي صار الطرف الأيمن، الكهرباء رح تروح على الطرف الأيسر. هذول انحراف المحور الأيمن، تخطيطيا شلون بنشوفها؟ كمان بنلاقي بنلاحظ إنه هون هذا الأيسر تخطيطيا بنلاحظ على اليد واحد المحور مجموع المركبات السلبية بينما الـ RVF إيجابي، فهذا في انحراف محور أيمن. إذا جاكم تخطيط ما شفنا الـ RVF بروح على الـ RVF، يعني الـ RVF والـ RVF نفس الإصرار. هذول أسئلة نظرية محاضرتنا اليوم فيها حفظ نظري. موجة بي ويف إذا هي الموجة بتعبر عن إزالة استقطاب الأذينتين، يعني كهربة الأذينتين، أفضل مكان بدنا نشوفها؟ ليد 2 ليد 2 أو في إف، لو قال لك طلع على التخطيط جيبي مباشرة بتضرب عينك ليد 2 أو في إف، آسف في 1 ليد 2 في 1، في 1 طورين ذات طورين، الطور الأول إزالة استقطاب الأذينتين، الطور الثاني إزالة استقطاب الأذينتين، فذات طورين إيجابي سلبي مباشرة. ما ضروري يعني بكره بتشوف مجموعة تخاطيط، ما ضروري يعني بتلاقي تخطيط النموذجي 100%، يعني ياما تلاقي تشويش في الجهاز، تلاقي موجود مشوش يعني عجب هي بي ولا بي، لا تفكروا كمان طلعوا على المسار الصدرية بتلاقوا بيات نظامية ما مشوش فيها. تكون سلبية وين؟ في الفي واحد افي ار، عملنا الاسقاطات افي ار سلبي والليد واحد سلبية باعتبار الطور الثاني سلبي. منتدى الزمنية أقل من 200 ملي سكند، طبيعية بنقول 3 إلى 5 مربعات صغار يعني تقريبا 100 ملي سكند. قديش الارتفاع؟ 2.5 ملي فولت يعني مربع
كبير واحد ما بتتجاوز اقل مربع كبير، نصف مربع كبير. اذا ارتفاع اقل من 2.5 ملي فولت والعرض او السعه اقل من مربع كبير. عوده الاستقطاب الاذيني لا يظهر على الاي اس ان جي. احنا شفنا عوده الاستقطاب البطانيات موجودين، لكن هون ما بتظهر مطلقا لانه التنبيه سريع جدا، النقل بيكون سريع. احنا بس بنشوف ازاله الاستقطاب، اما عوده الاستقطاب للاذينات ما في شيء اسمه عوده الاستقطاب، لكن يمكن ان تظهر في الاغتشاء الاذيني شغلات فاضيه ما بتظهر. هاي بي ويف، اشكال بي ويف، هاي بي ويف النورمال 2.5 في 2.5 ملي، اقل من 200 ملي سكند، اقل من 2.5 ملي، سعه وارتفاع. وين بدنا نلاحظ عليها؟ بدنا نشوفها باي مركبين؟ باللت 2 في 1 ذات طورين. انا ممكن بكره بلاقي في التخاطي بشوف الشكل هذا لموجه بي، ابلاحظ موجه بي مؤنثه، الارتفاع عالي كثير. امتى تتضخم الاذينات برايكم؟ امتى تتضخم الاذينات؟ تتضخم لما يكون في عندي مشكله بال تتضخم الاذينه لما تكون السعه عاليه، لما يكون في عندي امراض رئويه مرافقه وعلى راسها ارتفاع التوتر الرئوي. كل مرضى السي او بي دي عندهم بي ذات فولتاج عالي اكثر من 2.5 مربع، فانت بتلاقي بي اكثر من مربع كبير صارت الارتفاع. الشكل هذا ما بننسى، انت تتثلم بي، انت تكون ذات شكل ام موجتين، لما يكون في عندي مشاكل في الطرف الايسر وعلى راسها تضيق الصمام التاجي، هي اسمها بي تاجيه، حرف حسب ام. ما بننسى محمود، محمد، مروه، بس هون زياده عن المسافه. طيب المسافة، ليش المسافة بالسعة؟ رح يصير عندي السعة كمان زيادة، ليش السعة؟ أبلاحظ أنا بالفيزيولوجيا إذا سويت دراسة تضيق الصمام التاجي بكره رح ناخده، إنه لما يكون في عندي مرحلة الانبساط الأذينة اليسرى رح تنبسط، ينفتح الصمام التاجي، ماشي؟ بعد ما تعبر الدم من الرئة باتجاه الأذينة اليسرى، وسعت الأذينة اليسرى، صار الضغط فيها أكثر من مرحلة الأرقام نسيانها 15 أو 20، ترفع بتكون أعلى من ضغط الصمام التاجي، فتح الصمام التاجي، نزل الدم باتجاه البطين الأيسر، ماشي؟ سكر الصمام التاجي، ارتفع الضغط في البطين الأيسر أكثر من الأبهر، فتح الأبهر، صارت الدورة الكبرى. لما يكون في عندي تضيق الصمام التاجي، أنا الأذين اليسرى تعبت في الدم، الدم هالجوف ساد، دهنا صمام متكلس، صمام رثوي، ترفع الضغط فيها ما فتح الصمام، ترفع الضغط فيها ما فتح الصمام، ترفع الضغط اعلى لين فتح الصمام، او فتح الصمام لكن فتحت الصمام مول كلاسيكيه بهالشكل هذا، تباعد الوريقات، صمام متكلس، يعني شلون انت لما بتجيب نبريش مي وتضغط عليه بتضغط بضغطه قويه، فايش رح يصير في الاذين اليسرى برايكم؟ رح تتوسع. طب توسعت الاذين اليسرى؟ رح يصير فيها فيزيولوجيا احتقان. لوين انتقل الاحتقان؟ الاورده الرئويه الاربعه وزمه رئويه. لوين رح يصير؟ ارتفاع الضغط الرئوي، رح يصير عندنا وزمه رئويه. طيب لما توسعت الاذين اليسرى تخطيط ايش بشوف؟ زياده كهربائيه. لشوف انه رح يكون في عندها رح تاخذ كهرباء اكثر باعتبار حجمها صار اكثر. طيب مين اللي بياخذ الكهرباء اكثر؟ اذين اليمنى ولا اليسرى؟ لما يكون تضيق الصمام تاجي بلاحظ انه الاذين اليسرى هي اللي اخذت الكهرباء. فانا بعرف الاذين اليسرى طورها سلبي، فبلاحظ انه هون طورها صار ايجابي لانه توسعت كثير واخذت الكهرباء باتجاه المحور. فما صارت سلبيه، صارت قريبه من المسرح، اعطتني موجه ايجابيه، بالعاده نحن بنشوفها بهالشكل هذا. هون صارت سعتها كبيره وحتى ارتفاعها كبير، صرنا نشوف شكل حرف الام. او اذا ما اخذت الكهرباء ممكن يكون التوسع عميق. رح ممكن نشوفها بهالشكل هذا، هو اشيع هي بي التاجيه. هلا اشكال الاذينات، لكن يا هل ترى هل هالنظم هذا جيبي؟ جيبي جيبي لانه
هو اللي صار عندنا ما هو خلل بالنقل الكهربائي، لا، خلل بسعة الكهرباء لوين راحت. انت بكره بدك تشوف الشكل هذا وتعرف انه شكل جي، لكن النقل جيبي، نقل جيبي، انت راح تعرف انه هي نموذجية، هي نموذجية لكنها مرضية، مو مرضية كهربائيا، مرضية عضوية. فما بخرب عضوية بالنقل. نشوفها بالبي 1؟ ليد واحد بي 1، ليد 2 بي 1. كل حياتك ما بتطلع البي الا بالليد 2 بالبي 1. حتى بالاضطرابات النظام بكره حطلع عليك بالسنين، حتى بالرجفانات البطينيه مو بالاذينات البطينيه حطلع البي في ليد 2 وبي 1. مساحه بي ار ان هي موجه السخون الكهربائيه من بدايه بي حتى الار. هون ما في كهرباء، وقفت الكهربائيه في العضله القلبيه مشان اجهز البطينات. لا تنقبض خلي ينقبض ويتوسع خلي يتوسع. المدة الزمنية أقل من 200 أدل في 3 إلى 5 مربع تتطاول في إمراضيات اسمها الحصارات، حصار أذيني بطيني سواء كان فيرست ديجري أو سيكان أو ثيرد، تتناقص في وول باركنسون وايت بي آر قصيرة نسميها موجة دلتا. رح ناخذ فوال باركنسون وايت هلا شفنا فيها مرضين بالاسبايدر. المرض الاول ضخامة بطين ايسر، والمرض الثاني قصر بي ار. قصر بي ار لايش؟ بسبب السبيل الاضافي رح نحكي لاحقا، بس ما ننسى التهاب التامور رح يعطيكم اياه الدكتور نادر كمان بي ار قصير. خلينا نشوف شوي اشكال بي ار. هاي بي ار نورمال بي ار، عم بلاحظ انه المسافه أقل من مربع كبير، ما في شيء عندي تطاول بي آر. هلا بنشوف على تطاول بي آر. طبيعي أنا شايفه هون سينس، ما في شيء. خلينا نشوف فيرست ديجري، خلينا نشوف ساينس براديكارديا، بطء القلب الجيبي. عم بلاحظ إنه مسافة بي آر، خلينا نشوفها من هون. مسافة بي ار لازم تكون اقل من مربع كبير. اذا اخذنا من نص البي للار صارت مربع ونص. تخطيطيا بس طلع على المسافة او تلاحظوا ان المسافة كبيرة. هذا اسمه تطاول بي ار. والنظم هون بده يكون بطيء. عم بلاحظ انه قديش الريت تقريبا 50. يعني السرعة 50، لأنه هو بي آر طاولة كتير. طبعا في أسباب كثيرة ندرسها لاحقا. عم بلاحظ بوول باركنسون وايت قصر بي آر أقل من 100 ملي سكند. هاي بي آر قصرة وشكلت لي موجة جديدة هون، موجة دلتا. عم بلاحظ بي آر قصيرة، وهالشكل هذا هو شكل وولف باركنسون وايت، وهو نوع من الار بي ار تي. بي ار هي بي قصيره، حتى احيانا تدخل البي ضمن المركب بنسميها موجه دلتا. اكل كل هاي بعدين مركب كيو ار اس هو ازاله استقطاب البطينات. دائما بالمركب بنشوف العرض، العرض من 60 ل 100 ملي سكند. نقبل حتى ال 120، فوق ال 120 بيكون عندي عرض المركب. عرض المركب هي من اخطر الحالات اللي نشوفها بالامراضيات القلبيه، وله دراسه كبيره رح ناخذه في اضطرابات النظام. حكينا عن تطور ار او اس بشكل واسع. عم بنلاحظ انه بهالشكل هذا المركب عريض. احيانا نحن بنشوف الشكل ام عكسيه بنسميه ار اس ار فتحه. او احيانا بنشوف الشكل كيو ار. كلهم كلهم رح نشوف الامراضيات بالتخطيط. انا بس حطيت اشوف المركب عريض وبالعاده 2.5 مربع صغير، بلاحظ صار كبير كثير عريض. كل واحد بيقول احيانا مثلا بعرض المركب بنشوفه في اضطرابات النظم، رجفانات بنشوفها بالحصارات خاصه الليفت ورايت باندل بنلحقه كثير، بس عم ناخذ السرعه شوي. تطور ار اس، تطور النموذج عملناه له اسقاط، ار صغيره
في البي 1 ار مسيطره في البي 6 اس صغيره في البي 1 اس مسيطره في البي 6 لحد الان كلاسيكيات. موجه الكيو ترى في المساري اليسرى ترى في المساري وهي موجه طبيعيه في المساري، لكن اذا شفت في غير المساري اليسرى موجه الكيو او شيء شفت شكل غريب لموجه الكيو في المساري اليسرى راح يكون في عندنا اكتشاف قديم. الشكل النموذجي لموجه الكيو اقل من مربع صغير حتى مربعين صغار في العمق واقل من مربع في العرض. عم نلاحظ انه صارت اكثر من مربعين في العمق واكثر من مربع في العرض في السعه. هاي موجه مرضيه راح ندرسها بشكل كبير اثناء الاكتشاف. هاي معناته انه في عندي شيء نخري ضرب اي جزء من العضله القلبيه بعد اكتشاف العضله القلبيه فشكل لي موجه كيو. عشان نحكي كثير لاحقا قطعه اس تي، قطعه من اهم القطع اللي بندرسها بالتخطيط هي قطعه اس تي. الطالب الذكي مباشره يعرف في عندي اس تي اليفيشن ولا اس تي ديبريشن، في عندي ارتفاع باس تي ولا ذهول اس تي. مجموعه كبيره من الامراض بتطلع موجه اس تي وموجوعه مجموعه كبيره ايضا بتساوي ذهول. اول شيء بدنا ندرس شغله اسمها النقطه جي. خلينا نركز شوي على قطعه اس تي لانه كثير هامه. اذا هي اهم منطقه في التخطيط. النقطة جي تمثل نقطة التقاء الذراع الصاعد من الموجة اس مع بداية القطعة اس تي، وهي مهمة جدا جدا في حالات نقص التروية القلبية او في حالات الاكتشاف. فإذا ارتفعت عن خط السواء اكثر من 1 ملي بنقول ان اس تي مرتفعة، إذا انخفضت بنقول اس تي منخفضة. خلينا نشوف الحكي هذا عمليا. عندي بي كيو ار اس وصلت الاس له. الذراع الصاعد، التقاء الذراع الصاعد بعد خط السواء من اس مع بداية الجي، هاي اسمها نقطة جي، اسف، هاي اسمها نقطة جي. التقاء الذراع الصاعد مع التي، هاي اسمها النقطة جي. من خط السواء للنقطة جي اسمها اس تي. يعني على هالشكل هذا. أنت لما بدأ ترسم وصلت لهون الاس بترتفع شوي بتحطي مثلا هالنقطة هاي مع خط السواء التقاء الذراع الصاعد من الاس مع القطعة اليسرى من عقد الاستقرار هي نقطة جي. من هون لهون اسمها اس تي. هون المشاكل في الاس تي، امتى ترتفع الاس تي؟ الطبيعي مربع واحد، لكن احيانا تكون السفره مرتفعه مربعين، ثلاثه، اربعه، خمسه، ممكن تسحل واحد، اثنين، ثلاثه، كل واحد له مشكله فيها. ذاكرهم بالتفصيل اذا هو ارتقاء الذراع الصاعد من الموجة اس مع بداية القطعة اس تي، وهي مهمة في نقص التروية القلبية. إذا ارتفعت عن خط السواء أكثر من 1 ملي فنقول اس تي مرتفعة، وإذا انخفضت نقول اس تي منخفضة. خلينا نشوف وين مرتفعة وين منخفضة. دائما نحن بنجيب هذا بسؤال امتحان تشخيص التفريق الارتفاع اس تي. شوفوا الاس تي. هاي اس تي من هون لهون ارتفعت، هو بالطبيعي لحتى لهون واحد ارتفعت كثير. تشخيص التفريق بهالشكل هذا امتى بدنا نشوفه؟ اول شيء انتشار العضله القلبيه الحاد اكيد الامام. المرحله الاولى الباكر من انتشار العضله القلبيه الباكر بنلاقي انه موجه تي تأنفت بعدين ارتفعت القطعه اس تي. فانتم ما راح تشوفوا التأنف موجه تي لانه ما بلحق على الاسعاف. كل المرضى راح يجيكم بهالشكل هذا انتشار عضله قلبيه حاد ومحور كبير. التهاب التامور كمان ترتفع الاس تي. خناق برينس ميتال. شو خناق برينس ميتال؟ تضيق ام دم بطينيه كبيره كمان راح ترتفع الاس تي. واخيرا عوده الاستقطاب الباكر. ايش عوده الاستقطاب الباكر؟
عند الرياضيين دكتور يمكن يصير عشان تي من المركب تي من المركب يصير عنده عوده باكره عوده باكره بنشوفها خاصه عند الصبايا تجي الحاله هاي بفكر احتشاء هلا رح نرسم كل وحده منهم اذا احتشاء عضله قلبيه التهاب تامر خناق ام دم كذا لما يجي السؤال الامتحاني لازم يكون في عند يعني الطبيب لازم يربط ربط ما بين الحاله والتخطيط ما احلى بيقول لك ارتفعت القطعه اس دي انت ممكن تحط كل الخيارات دول صح لكن رح يربط عندك مريض عنده الم صدري خناقي وصفي مع تعرق غثيان تعرف انه هذا احتشاء رح يربط لك هون انه مريض عنده انتان تنفسي من شي يومين ثلاثه وبيزداد هل صار عنده الم صدري الالم هذا يزداد الاستلقاء على الضم تعرف انه هذا التهاب تامر فعل لك هون انه واحدة صبية سوت شوي راحة انزعلت وهي بيركي صار عندها ارتفاع استي سوت جهد راحة استي بتعرف هذا شنو جكليني رح يذكر لك هون الم صدري مفاجئ مع وفاة السريعة رح اعطيك الحالة المرضية وهم كمان صبية خلينا نشوف كل واحدة شو هي اللي صبية كل كل المسار كلهم بيطلع بس في كل مسرع على المسرع لا بس فصل التخلل الاحتشاء لشوف المسرع المصاب اذا كان عندي اصابه مثلا في الشين الكيل الايسر بنطلع وين بغص الشين الكيل الايسر خمسة شوف اذا كان على اغلب المسار اليسرى طلع الليد واحد اب الليد واحد اب 5 و 6 اذا كان الشين المعكس على الفي 2 اذا كان الشين الايمن ليد 3 ليد 2 اب حسب الشريان المصاب حسب المنطقه اللي كان عم بغذيها بصير عندي اسكيميا. عم بلاحظ عندي زحول اسكي اكثر من مربع صغير، عم بلاحظ عندي زحول مع انقلاب التي دوما رح نلاقي بالاحتشاءات والنقص التروية ترافق الزحول مع انقلاب. ما بيجيك زحول لحاله كثيرا، دائما زحول مع انقلاب التي وهي علامة كبيرة مميزة لنقص التروية القلبية. عم بلاحظ الشكل هاي نقطة جي ارتفعت الاستي كتير فوق خط السواء هذا على اغلب احتشاء عضلة قلبية بلاحظ هون الشكل طبيعي هاي النقطة جي بلاحظ انه هون ارتفعت اقل هون ارتفعت اقل انا بحسن اقول هذا ارتفاع استي على المسار في 5 في 6 ماشي وعندي زحول على الليد واحد بحسن اقول هذا احتشاء ايسر لكن عم بلاحظ انا كمان عندي ارتفاع استي على لده 3 اي بي اف كمان احتشاء كليلي ايمن في عندنا شيء رح ناخذه بالتخطيط اذا ارتفعت الاس تي هو رح تنقلب الاس تي على المسرى الثاني وهي علامه المراه المسرى المعاكس ارتفعت على الايمن رح تتزحل على الايسر اذا ارتفعت على الايسر رح تتزحل ايمن هي علامه المراه بناخذها لاحقا بس انا بدي اشكل هذا ما بننسى مثلا هذا احتشاء عضله قلبيه عم بلاحظ مثلا ارتفعت على المسار السفلية 2 3 AVF وصار عندي زحول على المسار الطرفية القطعة هون ارتفعت على المسار V1 V2 هون صار عندي مشكلة كبيرة لازم نتبع بس ايش زحول هون؟ زحول يعني تحت خط السواء منزلة تحت خط السواء هلا هون ما شفتها هون حسن شوف رح تلاقي تفاصيل تامور مثلا في عندك التهاب التامور هاي قطعه اس دي ارتفعت اكثر من مربع واحد صغير شيء مميز في التهاب التامور هاي محاضره الدكتور نادر ارتفاع اس دي على كل المساري ما بيجيك احتشاء بارتفاع الاس دي على كل المساري مريضك ما بيسكر الشريانين سوا مريضك بيموت شيء مميز اذا ارتفاع اس دي على كل المساري هذا اول تشخيص تقريبي لالتهاب التامور الحاد طبعا رح يذكر لك انه في عندي قصه مريضة هذا رح تاخذوه بمحاضره انا طبعا هسه بس اسقاطات لكن كل وحده لها بحث عشان بس عم سوي تمهيد زحول استي واحد نقص الترويه القلبيه نقص الترويه القلبيه زحول استي اذا عندي بي كيو ار اس اي زحول استي دائما الزحول بترافق مع انقلاب
الدي دائما. اول شيء نقص التغذيه القلبيه، اي شريان ما صار ستين، ما صار في عنده ستروك، صار عنده يعني تضيق اقل من 70% نحن بنقول، صار عنده علامات سكيميا، نقص التغذيه القلبيه، القطعه ما بتنفع بتزحها. او ضخامه البطينات، كل الاجواء لما تتوسع او تتضخم اسف رح يصير عندي عبء كثير على البطين، بنلاقي القطعه صار عليها زحول كبير. حصار الاغصان رح ناخذهم كمان، رح يصير عندك زحول. بعض الادويه على راسها بتشتغل. ديجوكسين لما بنعطي مريضنا يكون عنده اضطراب نظم، نعطيه ديجوكسين عشان يوقف اضطراب النظم. اذا كانت ديجوكسين بكميه كبيره رح نلاقي زحول اسدي بشكل شارب، شارب الرجل السلفادوري هالشكل هذا، زحول زحول وتقعر نحو الاعلى هالشكل هذا، تسمم بالديجوكسين مثل شارب رجل السلفادوري لما يكون ليف ولا فوق حدا ليف من الشعر مثلا كله بنلاحظ الزحولات. هذا الزحول السدي، هذا الزحول السدي، كمان عندي زحول هون، في عندي زحول. انت وقت طلع التخطيط زحول السدي، حط في بالك نقص تروي، حصارات، حط في بالك ضخامه، حط في بالك انه في عندي سمم بالدشتله. هات السمم بالدشتله شكله مميز، زحول مقعر نحو الاعلى، بالعاده حتى بشوفها على الطرفين. هذا خناق الصدر، خلينا نشوف خناق الصدر. خناق الصدر الغير المستقر زحول مع انقلاب التي، زحول مع انقلاب التي. الشكل بتشوفه بالاسعاف بشكل كبير، طلعوا لي على البي 5 قطعه من هون لهون، زحلت لتحت وانقلبت التي. هذا شيء مميز لزحول الاس تي. بنرجع بنعيد الخاصيه لقطعه الاس تي لانه قطعه هامه كثير بالفحص، ما في سؤال بفحص التخرج ما بينسال طالبنا على الاس تي، حتى بالبوردات بيسالوا على الاس تي الا لما تجي مساله سريريه على الاس تي، حتى بالكلينيكال الامريكي بيسالوا على الاس تي. اذا القطعه اس تي هي منطقه التقاء، اول شيء نحدد النقطه جي، منطقه التقاء الذراع الصاعد مع القطعه تي، ارتفاعها لازم يكون اقل من مربع صغير. اذا كانت اكثر من مربع صغير فنقول عن ارتفاع اس تي، اس تي ديبريشن. اذا كانت تحت خط السواء اقل من مربع بنقول اس تي اليفيشن او الثاني ديبريشن. تشخيص التفريق لارتفاع الاس تي، واحد شاع عضلة قلبية حاد، اثنين أم دم بطينية كبيرة، ثلاثة التهاب تأمر حاد، أربعة عودة استقطاب باكر، خمسة خناق برنس ميتال. هذول رح ناخذهم واحد واحد في محاضرة الاحتشاء، لأنه الاحتشاء ذكر منك التشخيص التفريقي لاحتشاء العضلة القلبية من ناحية التخطيط، لازم تقول لي أم دم خناق كذا كذا. في عندي شغله هلا بتصير اسقاط لازم نكتبها، زحول اس تي، زحول اس تي تحت خط السواء دائما دائما الزحول بترافق مع انقلاب تي. الزحول تشخيص التفريقي نقص تربيه قلبيه، ضخامه البطين ايضا، تسمم بالدشتله وحصارات. طيب انا لما بقول، انا لما بجي بحط المساري على جدار الصدر بدي اشوف في عندي احتشاء عضلة قلبية، لازم ترى الاس تي تكون عالية مرتفعة. هي الطبيعي، طبيعي القطعة أقل من مربع صغير. طيب بعض المساري لها خاصية تفرع عن بعض المساري. إذا أخذت المساري اللي أخذت المساري الصدرية من في 1 لفي 6، كم مربع، كم مربع صغير يكفي لاحتشاء عضلة قلبية؟ كم مربع صغير يكفي بالارتفاع يكفي لاحتشاء العضلة القلبية؟ على السر يكفي أكثر من مربعين صغار، أكثر من مربعين صغار مشخص لاحتشاء العضلة القلبية، الشرط بيكون في عندي حالة مرضية. طيب المساري السفلية، مين السفلية؟ هنا الثلاثة أو بيس
كم مربع صغير يكفي للاتشاء؟ مربع واحد. مربع صغير واحد يكفي لاحشاء عضله فقيه. اذا انتبهوا على الاشياء مسار السفليه، اذا ارتفعت مجرد اكثر من مربع واحد يكفي، يعني مساري خلفيه 5 6 7 8 9. كم مربع صغير يكفي؟ نص مربع صغير. لذا لازم انا اكون شوي حربوب بتشخيص ارتفاع الاس دي، اطلع اي مسره وكم مربع. ما بكره تقول لي والله ارتفاع اس دي هون والله ما تحت مربعين صغار، لا، هذا مسره سفلي. المسره السفلي تغليف الشريان غير، ونمط الاحتشاء غير، والارتفاع غير. مسار الخلفيه انا بحط ب 7 8 9 ونص مربع. تي ويف افضل استقطاب للبطينات، يتوافق محورها عادة مع المجموع الجبري للكيو ار اس. قديش كيو ار اس المجموع الجبري؟ مثلا انا داخل المجموع الجبري قد اذا جمعت من هون مع الزحوله من هون، اذا هون كان 6 مربعات هون 4 مربعات، الفرق بينات المربعين اذا ارتفاع يكون مربعين. تي ويف اذا يتوافق محورها عادة مع المجموع الجبري للكيو ار اس ترافق تغيراتها تغيرات اس تي، مثل ما قلنا الاس تي بترافق مع التي. اذا كانت الاس تي في عندها زحول التي راح يكون فيها انقلاب، واذا ارتفعت كمان راح تطلع لفوق. هناك موجه بعد التي تسمى موجه يو، اخر شيء تعبر عن نزع استقطاب الجزء الاخير من الياف وركنجي. اهميتها كبيره في نقص البوتاسيوم تحديد الشرائط. هاي تغيرات قطعة تي، هذا الشكل النورمال، هذا تي ذات طورين بيفاسي تي، تي ذات طورين بنشوفها بالمراحل الأولى من نقص التروية القلبية. هاي تي بتكون غير محددة، تي صارت تطلع لفوق، فلات تي ما بيهمنا كل هدول. في هيبوكاليميا، هايبر كاليميا، أنا ما عم بشوفه. في هايبر، في ارتفاع البوتاسيوم راح تكون التي مدببة. إذا كان في عندي مشكلة بالاستقطاب كمان راح تكون في عندنا في الاسكيميا. أهم شيء بدنا بيهمنا 1 2 3، في عندنا بالاسكيميا راح نلاحظ انقلاب التي. وهون تطاول الكيوبي ما بيهمنا كمان. خلينا نشوف بس ثواني اسقاطات هون كمان. عم بلاحظ تي لفوق ولتحت، تي ذات طورين، وين هذا عنا على الفي 2 وفي 3؟ معناته في عندي اصابه في الشريان اللي بيغطي السطح الامامي للعضله القلبيه بهالمنطقه هاي، هذا هو الشريان، هذا الشريان المنعكس. ضربت المنطقه هون بعد تصوير للقسطره، صار عندي اصابه عصيديه في هالمنطقه هون. مساحه الشريان من هون ما بعد العصيده قد بعض، لكن هون تضيق، حتى ضيقها ما تضيق بشكل كامل. لو الشريان ضيق بشكل كامل كان عباره احتشاء عضله قلبيه والم كثير حاد بتلحق مريضه. هون التضيق احسن من 80% ل 90%، وهالتضيق هذا بيحتاج لتداخل بقسطره وتوسيع بالاستن. فبنلاحظ انه تي ذات طورين من اخطر العلامات، بتكون تي ذات طورين علامه مهدده للاحتشاء الكامل اللي مسكر الشريان. لما بتشوف الشكل هذا لازم نسوي قسطره. هي بس تغيرات الموجات. في سؤال عن تغيرات الموجات؟ كيف قلنا انه تزحل الاس تي نحو الاسفل ممكن يعبر لك عن حصار بدون بي ار يعني؟ لا، راح يكون في حصار، ممكن حصار هو بي ار. تزحل نحو الاسفل يعني حصار القوسين ايمن او ايسر. جميل. هو السلايد العرض هذا عرض استباقي، بس عرض اوسع لكن استباقي لكل حاله تخصصيه للقدام. فانت لازم يكون عندك فكرة عامة بعدين تدخل بالعمق. سؤال ثاني بسيطة اتوقع ما بدها شيء. خلينا ناخذ ضخامة الاجواف. ضخامة الاجواف للاش بي، هي في عندنا مجموعة ارقام حفظية بسيطة. أنا لما بقول على تخطيط القلب في عندي ضخامة بطين أيسر، لازم أطلع على المساري اللي بترسم البطين الأيسر وأشوف قديش السعة
هذيش فولتاج. في عنا عدد معايير، سعة أعلى موجة R وأعمق موجة S على الاتجاهات الصدرية أكثر من 45 ملي فولت. يعني قديش كم مربع؟ 45 7 لكن بالعمق كل واحد ملي فولت مربع براي 7 أعلى سعة. يعني لازم يكون الأعلى. بطلع على المركب موجة R وين شايفة أكثر شيء؟ والله في الفي واحد. موجة S وين شايفة أعمق شيء؟ بالفي 6. بحسبهم إذا كان أكثر من 7 مربعات كبار آسف فهذا عندي ضخامة بطين أيسر. طبعا هي المعايير هذول كلها بننساها لكن الطلاب لازم يحفظوا. تجاوز ارتفاع الموجة R أكثر من 27 ملي على المسار 4 5 6 أكيد. بس عفوا 45 سوى 9 مربعات 9 يعني بصراحة في آسف 9 يا شباب 9 نعم 9 9 هذوليك مو ال 7 7 35 ال 7 35 مو أعلى. هلا ناخذ بالشو اسمه بالفي 1 وفي 6 أعلى سعة على R وأعمق سعة على S أكثر من 45 ملي 9 مربعات كبار. نعم. تجاوز R لوحدها أكثر من 27 ملي على المسار 4 5 6 كافية للتشخيص. تجاوز S أكثر من 30 ملي على المسار 1 2 3 كافية للتشخيص. بصميات. تجاوز R أكثر من 13 ملي على المسار AVL لوحده. تجاوز R أكثر من 17 على المسار ليد واحد لوحده. يحفظوا؟ رجوا أسئلة فحصنا كثير. بسيط. إذا هنا عم نحسب إنه الإس في البي واحد، أنا حفظان هاي تبع الاختصاصي، الإس في البي واحد زائد الآر في البي خمسة أكثر من 3.5 ملي فولت، يعني أكثر من 5 مربعات، أكثر من 7 مربعات كبار، أكثر من 7 مربعات كبار في المساري البي واحد والآر في ال مشخصة. هذا يكفينا نحن. هي عند الذكور، عند الإناث نقبل حتى ال 40 ملي فولت. بالعكس ميلي. خلاص. ليش ما بننساهم؟ هذول كلهم بننساهم. هذا نحن بنطلع عليه وبس. لكن الأرقام كثيرة بصراحة. هذول بننسوا كثير، نحن ما بنطلع على هذول كلياتهم، نحفظ واحد نسوي لكم قلب بس. سوي واحد بنعمل لكم قلب. الآر في البي 5 والآر في البي 6 أكثر من 2.5 ملي فولت. الار بالبي واحد اكثر من 1.5 ملي فولت. الار بالاف بي اكثر من 1.2 ملي فولت. الار بالاف بي اكثر من 2 ملي فولت. والار بالليد واحد والاس بالليد 3 اكثر من 2.5 ملي فولت. هاي بنجيب لكم السؤال تحفظونا. عم نلاحظ خلينا نسوي هو بيجي تخطيط. اذا عملنا اسقاط لوحدك عم بنطلع انه الار بالليد واحد عاليه كثير. وهذا كم مربع عندنا؟ تقريبا 3 مربعات باين عليكم؟ لا 3 مربعات كبار. ها؟ مو بلد واحد؟ 3 مربعات كبار. 3 مربعات كبار، هذا لحاله بيكفي انه في عندي ضخامة بطين ايسر. حساب ال في 6 كم مربع؟ 1 2 3 4 تقريبا 4 كمان كافي. سوي اللد 3 عمق الاس. انت لما بحالك بتطلع وين الضخامه موجوده؟ على حساب الار ولا حساب الاس؟ عم بلاحظ انه اللد 1 الار كثير عميقه كثير مرتفعه والفي 4 5 6 الار زياده. هذول بنشوفهم على التخطيط على تخطيط ضخامات الاجوار. تحفظوا لي اياهم بصل. حصار البص اسف ضخامه البطين الايمن. هون بياخذوا الراشيو ما بين الار والاس. ما بيهم الراشيو، تحفظوا هاي. نفس المبدا لكن المعايير هم تكون ابسط شوي واكثر تعقيدا. ابسط واكثر تعقيدا. اي اكثر. ار اكبر من اس في البي واحد، بالفعل البي واحد لازم الاس اكبر. الاس لازم الاس اكبر من الار. عم بلاحظ انه الار اكبر من الاس معناه عندي ضخامه بطين ايمن. وهذا بيجينا في حصار الرايت باندل.
الار بال في 1 زائد الاس بال في 6 اكثر من 10 ونص ملي فولت، والاس اكبر من الار ضخامه البطين. ايوه هيك ضخامه اذين اليمنى حكينا عنها والبيتا جزء والبيتا الأولية هلوية من شكل السلايدر. طبعا هون ما رح نحكي عن الأخبار، هاي محاضرتنا اليوم. نحن شوي تأخرنا بدكم يجي منها سؤالين لكن في عندنا مشكلة مشان خاصية سكر، في عندنا مشكلة مشان